صلي سنتين بستنى أمي حيرت العالم يا أمي حدوك المياه انتو احلى الناس في نظري قال لمن صورك يا طاير انا حبيبي في جنينة والورد خيال عليها انا وحبيبي في جنينة والورد خيال عليها انا حبيبي في جنينة والورد خيال عليها طلب مني وصالوا يا ربي استر علي حدوك المياس يا عمري يا نصي البن يا يوسف حدوك المياس يا عمري يا نصي البن يا يوسف انتو احلى الناس في نظري كل من صورك يا قمر يا قمر يا قمر هيك منودع 2018 ومنستقبل 2019 مع سلطان الطرب والليلة الهوى سلطان من هلا لل 2019 ابو وديع سلطان اولا مساء الخير واهلا وسهلا فيك نورت استديوهات الام تي في الليله وبتخيل نورت كل بيت اليوم عم ندخل عليه خلال هيدي السهره لنعيد سنه 2000 نهايه سنه 2018 ونستقبل سنه 2019 مع بعض اهلا وسهلا فيك ابو وديع اسلم يا حبيبي اهلا وسهلا فيك وانا شرف قادر عيد رصيني يا رب إن شاء الله كل بيشوفوها خير بتكون عليه الجاي أحلى من اللي مضيت وبشكر أم دي في لأنه اختاروني لأعمل لي فلسطين وعيد الناس من خلال هالشاشة نحن بنتشرف فيك أبو وديع هلا بنسى هيدا أحلى هدية فينا نقدمها الليلة لمشاهدينا حضرتك موجود معنا وأكيد تحية كتير كبيرة لكميل سلامة أهلا وسهلا فيك كميل مساء الخير ينعاد عليك جوزيتو هابي نيو يير هابي نيو يير ينعاد عليك وبني غانم وحبيب هوبريل ينعاد عليك كل سنة وانت بخير أنا يا بيير حبيت طول الثلاث سنين إن شاء الله بالتعاد على الكل بخير من خلال ام دي في واخترت العائلة يلي هي تابعهم دائما أنا بقى بتشكر الكل بتشكر احترامهم لإلي انتوا كلكم اولاد الام تي في ما وهيدا بيتك هذا بيتكم كلكم وبيتنا وانا بكون كثير احترام هيدا بيتك وديع كيف كانت 2018؟ سلم عليك 2019 عمين بتسلم؟ حنشوف نتامل بالخير خليها بالماضي قبلين
ابو وديع، اخر اللقاء لك كان من 4 سنين بلبنان، عم نحكي على التلفزيون. ليه؟ اذا حيشوفوني كل يوم حيزهقوا مني. خلي المجمعين يشوفوني. طيب شو اللي غير؟ ما عندي شيء احكي مثل خالو، عندنا موضوع، ما هو في مواضيع كثير. لا بدي اطلع. شو غير لك رايك هالمره؟ قد ما بتنق حالك تربي حالك سامي يجي لعندي يعمل هيك يا عبد الرحمن يا مسامحينا تبجروا والله بأمرك ندرسها شيء يقبل حدا شيء حدا ما يقبل بيجي على اللي يقول الكلمة آخر شيء ما يقبل تطلع براسي أنا فكرت في أي بروجرام بدي أطلع فيه نعم. بروجرام أسبوعي أو شيء حزعل كثير ناس كثير رافض كثير طول عمري راح بطلع بروجرام إنه معمول مرة طلعت ليل مفتوح عاد كانت أول مقابلة لإلي كانت من أحلى المقابلات بال 94 أول مرة أنا بغني من سنة 73 74 محترف 75 أو 74 أول لقاء تلفزيوني عملته بعد 20 سنة جرأت أحكي وجرأت إني أقعد هيك أحكي مع حبيبي مش مثل هالأيام بيجي يحجب على بعض يجي على جيب صار عندهم مدير اعمال ما فيك تحكي معه ما فيك تحكي معه السلام عليكم مرحبا حبيبي اهلين عندي حبيبي الله خليك خليك كبراني كبراني الخسي براس النجوم معلش شو بنعمل اي متى ما عليه تكبر واي متى لا بتصير تو ماتش حبيبي اي انسان بدي يحس حاله عم بيكبر على اللي بحبوه على الناس وعلى اللي اقدم منه وعلى المعلمينه هذا زين فاشل رجع فاشل يعني ما بلش فاشل ابو وديع كان عمرك 13 سنه لما صرت مشهور وعيت على الدنيا ايه بعد ما وعيت لهلا لما كان عمرك 13 سنه وانشهرت بسرعه بوقتها كبرت براسك شيء؟ حياتك لا وحياة الله لا طب بس بوقتها تركت المدرسة وتركت البيت ما كنت عارف وين بدي صير رحت ما تركت البيت قال لي ورحت بهالليالي لوين رحت؟ رحت أخذ 10 أيام قد ايه وقت؟ كنا بعمص كنا عمري 14 سنة مثل القرد وغنيت هيك على الناس أصحابنا سجلوا لي كاسيت كان حصبي وماما يا ماما مش عارف بكل الدنيا انا هون طق راسي صار عندي حجي اهرب من البيت انا وحيد اخي 4 بنات اخواتي وبيتنا بعيد عن الاجواء كلها وهربت هربت على حلب على الشام هذيك هربت على حلب اول وحده اول وحده ايه قبل ما اجهر انا بدي اعرف احلى واول وحده شو وضعه انا صار لنا سياره بيو لصاحبنا كان مجلس الشعب ايه وديت نحن كل واحد عنده الفصل هلا انا وقت بدنا ننام نمنا 3 أيام بالسيارة انا لو ما بسوق حدا يسوق غيري اذا بدي نام دركسيون بداية قاعد على اليمين على الكرسي مشان اخذ راحتي شو رحت عملت بحلم؟ اولاد شو بدنا نعمل رحنا انه رحنا على هربنا رحنا على الكباري رحنا على الكباري فتحنا النجبيرة أول مرة؟ أول مرة كانت؟ والله مش بس أول مرة بتفوت على كباري؟ وآخر مرة طب عم أقول لك يا بيهر أول مرة إيه ونصرة مين؟ قبل ما أروح حالة فوت على كباري كنت فوت على أخوي بالكنيسة برتل بالكنيسة تصور من وين لوين؟ هالقد 180 درجة؟ والله هذا الحق مش لازم احكي الحق؟ بلا اكيد ونحن بنحبك وقت تحكي الحق تفضل طيب رجعت بعد 3 أيام خلصوا المصريات رجعنا اكلنا قتلي خلصوا المصريات اكلنا قتلي بي وبي وبي انا اكلت قتلي واحد من بي بس عمل حاله الله يرحمه عم يضربني لي لا بس ما يضربني هو ايه ادرك اكل قتلي عادي يعني كم مرة رايك القتلي من والدك الله يرحمه؟ قتلي وشو كف جرب لا دخيلك قتلت باي او احتصتوزي بس ابو وديع وقتا كان عمرك 13 تمردت على بيك وعلى البيت وهربت
بس ضليت كل عمرك متمرد. ليش ضليت؟ ليه في هالتمرد بكل حياتك؟ متمرد على وين حبيبي؟ على مين؟ متمرد على مين؟ يعني بطبعك بالطريقة اللي بتشتغل فيها بتحس في تمرد يعني حتى على طبعاً طبعا هيدا أي والله يعني هذا بطبعك التمرد من يوم كنت صغير لهلأ ما بحس حالي إلا أنا الهاد يعني بأي مجال كنت فيه بالمدرسة كنت أنا طلعت لغني كنت أنا طلعت مشهور الحمد لله عشان حياتك كرامتي عندي غالي ما بطيء لحدا هذا الحق بحترم كل الناس ما بيحترمني نفر باي باي لحد بسلم علي على القعد بعمل حل ما شفته هاي هاي أبو وديع من بعد هيدا ال 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 قال لي ليه أبو وديع قال لك كبير يا أبو وديع كبير الديسكوت هذا اللي حق له لا ما حق له بينالتي كرت أصبر بعد شوي أحمر بتصير برا يلا إيه أبو وديع من بعد هالرحلة على حلب رجعت رحت على الشام ورحت منيح طولت الروحة هذه بعدين بعد بالأزمة كان عمري 12 سنة بحلب نمت ليلة بالشارع بالشام؟ نمت ليلة بالشارع خبر إيه والله بالشارع كيف؟ بالشارع وين المصيبة عرض صيف خبرنا الخبير حتى الشوز مخدي بس لفيت بجريدي لا عم تمزح ولا عن جد نمت؟ مين من جمهوري بس ما كان عندنا ذيك هونيك أيام زمان سبعينات رحنا على النقابة قال بدي غني عم نروح ناخذ اذن من نقابة التنانين عيدوا الموضوع من قبل انا بس نعيده انا كان رئيس النقابة استاذنا ومعلمنا طبعا فخري هذا ايمين معلمنا واستاذنا هيك حلب اللي ضيق ايو روح عند امك بتصير شاب رجع لاعطيك اذن اي رحت انا بس ما رحت عند امي رحت على غير طريق بقى عن طريق الوضعيات وغنيت وغنيت غنيت شي سنه اوف نزلت على بيروت انا اهلي ببيروت كل اهلي اخوات بي واهل امي كلهم هون ما في غير بي وامي بحمص لأنه بي خطف أمي من هون راح جوزها بحمص. إيه والله. قصة حب. عفواً. قصة حب. لك مين عم يسأل؟ بوش جان. قصة حب. أبويا يا ماما قصة حب. شكلك يا بعد أيام حب. لا. ما كان في حب هيدي. والله بعرف يا أخي معقول. كنت معهم انا هذيك الايام كان في حب ابو وديع ولا اليوم في حب؟ حب غرام يعني صح ماني ضلع بهالموضوع ابين في ابو وديع ما في مغروم بالعالم العربي الا ما حب وانغرم على اغانيك وانت منك طول عمري انا يا حي الغالي طول عمري انا بغني غيري بغني مآسي غيري فرح غيري كيف عايش غيري بس انا ما دخلني بكل موضوع بس بحسه من قلبي بحسه بغني بس هلا انا عندي تجربه غرام الايام بدي تستر الغرام وساعد واحد بين غريم شو هيدا؟ هيدا ملوع لك شو هيدا؟ طيب كل الاغاني كل الاغاني اللي عندي الختام صار عصير عمر 60 سنه انا غرامة لك كتير يا سنة العمر كله وبيلبق لك أبو وديع كل الأغاني غنيتون عن غرام الغير أو عن مشاكل ومآسي الغير أي أغنية غنيتها بتحكي عن جورج وصوف ولا واحدة حياتك ولا واحدة أبو وديع تعتبر أنك حرقت مراحل حياتك بسرعة يعني بلشت بكير ويعني وكبرت بكير بالفن طبعاً بتعتبر انك حرقت مراحل حياتك بسرعه بتندم على شيء حياتي الشخصيه ايه ما عشت طفولتي ما عشت هوايات للاطفال ايه بس بالعكس انا كثير سعيد من فرح حياتي وفرحان وامتنان يعني ما بتندم على شيء الله ليل ونهار هذا هو حبيبي وحول ايدي وبقلبي الله يحفظك هذا هو المحامي تبعي وهو هو الغطا تبعي هذا احلى شيء اكيد
بقى متوقف على وعزه يطلعش حدا مني يعني متكل على الله. يا قلبي حاتم نابلسي اهتم فيك لانه كنت فقير. انت اليوم بتهتم فقير شو عملتك فقير؟ كنت اخذ 1200 ليره سوري كل ليله، ضليت على سنه وشهرين اخذ 1200 ليره سوري كل يوم. ولا شو اهتم فيك حاتم؟ كان معاش بي، كان رئيس مرآب مصفاة بترول، معاش بي كان 300 ليره بالشهر. يا لطيف. اوف. بعد 4 شهور رجعت لعندهم. كملتنا اجار. بي هيك صدرتني الله يرحمه. شو من قلبه بموت علي. يجيب سياره كيف؟ أفشي خليه أفشي ولد صغير شو بعرفني شو بعرفني مريض الحمد لله. وأنا قلبياً وإحساسي وضميري وتربيتي عندهم ما نسيت أهلي ولا ثاني لهلا. أنا بحس مجبور بأمي وبي وإخواتي قبل ما أنه مجبور بحالي. أبو علي أهلي اشتهرت بسرعة وبأول مبلغ قبضته جبت غسالة لأمك. قبل ما أطلع من حمص. سمعها هي. قد ايه انبسطت فيها؟ مني سمعها يبكي حدا من عندي أي لحدا من عندكم. هيدي قصة عن جد. رحت كان يوم الخميس بيعملوا بحمص حفلات. بحبوني الناس اخواننا المسلمين. روح ما غنيت ليلة أعطوني 50 ليرة. 50 ليرة شو بتعمل لو وصل 50 ليرة؟ شوف أم المسكينة بتوصل على اللقن هيك وبتغني هيك وبتعن حبيبة قلبي. كنت ولا صغير سبحان الله الإحساس اللي عندي من الله من أنا وصغير. اشتريت لها غسالة ب25 ليرة. حلو هادي اللي هيك هيك بتحطها بالحمام تلاقيها بالمطبخ. هادي بالغضب. ايه والله هلا ام جورج بدك تفوتها بقى تعال هون الكلب. مش هيك شو عملت امي؟ من هنا جبتهم شو عامل لي قلي لك يا امي روحي ادخلي سرايك شو بدي اعمل انا؟ هلا بتقلي جورج وقفت له هيدا سياره شحن صغير وقفت له خليك طلعها. روحي يا امي حبيبتي اشتريتها من اجل ما صارت لك يا امي ما كنت امبارح سهران عند شخص اسمه عبد العليم. أمي بتحبه يعني بتأمن روح لعنده متحرى على أهله وعلى عائلته. تم أعطوني 50 ليرة 25 حق الغسالة وخمس ليرات حق النقل. أقول ضل ما 20 خذي ونحل عنا عايز تسأليني. طابر قلبي عطتني صارت تبكي. أنا بيعرفوا كل شيء عني من أول ما طلعت وبسأل عني من أول ما طلعت. بس بعد 4 شهور لجيت صار معي كبش هيك سجلت لهم بيت الحمد لله وعايش لهم. انا عندي الله بي امي اولادي الله يخلي لك خييتي اولاد خييتي الله يخلي لك اياهم. لكن بي قبل امي لانه بي جرحه صعب. الام قلبها بيصفى. البي اذا جرح صعب صعب كثير يلهم جرحه. اهم شيء رضا الوالدين مثل ما بقول. بين جرحه صعب. ليش كان مجروح منك ابو وديع؟ عمري ما جرحته مره وحده غلطت لبط طاوله قدامي وهلا صعد بجي يعني. والله والله لبط طاوله قدامه ومشيت. سئد من حمص للشام 160 كيلو. وصلت على الشام قدرت اطلع وتنام وعم شد الدنيا. رجعت سألت لحمص لفت لعندي بوست له اجريه حسيته مرض من قلبه وكان عندي حمله ثاني يوم. كمان ماشي دخل اجريك يا بي سامحني. خلص يا بابا الله يسامحك. قلت له بي خلص ما هيك بتحكيني انت سامحني. خلص طب قول حياتي مسامحك. خلص مسامحك حبيبي انت ما عملت شيء انت. قلت له بقلبي حرقني حبيبك شو هيدا حبيبك هيدا حبيبك. بلغ حطيت على الجرة عملت حالي ورحت مقهور عم سوق لحالي ما خليت حدا يجي معي. اوف والله
مش قليل 160 كيلو روح على رجع وشده وضواب الحمد لله. ام جورج جرحت شي مره؟ ام جورج انا عايش تحت رماية امي شباك يه 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 يه. برأي الوالد بعدك مشاغب؟ بقول لك انا الحنين تبع الدنيا كلها كيف امي وخياتي واهلي شباك انت انا عايش لغيري. فينا نسمعك شيء؟ سمعني شيء؟ تفضل. يسعد مساك يا ضو عيني تنعاد عليك يا رب عبال 100 سنه نعاد عليك وعائلتك يا رب اولادهم وعائلتك كلهم يخلينا اياك ويطول عمرك ويوفقك ما درت وشك والعذراء ترافقك يا امي ام يسوع ترافق هي وابنه يا رب تصبح خير يا عمره حبيب القلب الله يخلي لك اياها يا رب ضل دايما بركه بحياتك طول عمرك وبحيات اخواتك وبعيد كل حكايه لامنك يا ام بس كلام خير ايش رايك بتضل خايف عليك ابو وديع بتحس كانه الام ما بتشوف فيك اذا بكون مضايق اذا بكون مضايق بدي على التليفون امي اذا بكون مضايق بتلفن لي امي بتحس فيك يه 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 وانا هيك فينا نسمعه ونهديها الليله ماما يا ماما ما عندها سي دي حطي سي دي امي روحي دخلك يا ماما ماما يا ماما ايه يا ماما يا ماما ماما يا ماما يا ماما ان شاء الله قبلك يا رب فايدة تدعيلي يا رب حبيبتي انت اصبح عامله دراما دخلك يا ماما ماما يا ماما دخلك يا ماما عيني من قلبي عيني من قلب الدواء يمي بصراحة عيون دباح يمي بصراحة عيون دباح وعنتر ما بيقدر يوقف الدمع يا ماما عنتر يا أمي يوقف الدمع ماما ماما يا ماما يا ماما الحسن لا بعدك ولا قبلك يا روحي يا روحي كملت أوصافي يا روحي Oh.
الأرض لون نوره لون الزهر فوق الخدود 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 زاد الحلال دايب سود دايب سود هل الكرد فوق شبابك ايه والله أمر هل في الأرض قول الزهر قول الخدود 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 نادي الحلا جدايل سود جدايل سود قول الكرد فوق شبابك ايه هلف في الأمر قول الزهر قول الخدود 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 نادي الحلا جدايل الحزن لا بعد ولا قبل يا روحي يا روحي كل أوصاب يا روحي دوابين الهفور سحرها بألف لون شعر غافي عالدهاب سحرها بألف لون شعر غافي عالدهاب سحرها بألف لون شعر غافي عالدهاب بالحزن لا بعد ولا قبل يا روحي يا روحي كل أوصاب لو ناوي تنسى اللي فات اللي كان لو ناوي تنسى اللي فات واللي كان والذكريات إنه غريب مكاني وإنه قلبك مش عشاني غير يا مكاني إنه قلبك مش عشاني إنه غيري وإنه غيري خد مكاني إنه غيري خد مكاني تجرحني بكلامك طب ما تهجو يلا قالوا الناس يا ما قال الناس عليك قالوا الناس انك بياني يا ما قالوا الناس عليك قلت شاري سيبوا يباني انا والله شاري حرام تبعد والله شاري سيبوا يبان قلت شاري سيبوا يبان قلت شاري سيبوا يبان والله شاري سيبوا يبان سيبوا يبعدي زاد كلامهم
لا كلام لا كلام حبي إليه والتشاري سيبو يباني والتشاري سيبو يباني لا كلام حبي إليه ليه تستكتروا عليا نعيش الذكريات حرام علي امشي وياك ما كفاية تجريح العار ليه بتستكتروا اخ عليا نعيش الذكريات ذكريات حرام علي امشي وياك بلاش تشم غيري فيك بلاش تلومني عاللي فات 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 انه غيري خد مكاني ليه يا قلبه مش عشاني انه غيري مكاني وانه قلبك مش عشاني وإنه غيري خدوا مكاني إنه غيري خد مكاني وإنه قلبك مش عشاني ليه تجرحني كلامك طب ما تهجر لو نويت إنسان اللي فات اللي كان طب ما تهجر من سكان الله 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 شو عملت بالهوى الليلة؟ انتبهين حلتنا لليلة هابي نيو يير للجميع الهوى سلطان ورح نضلنا نسلطين لل 2019 انا عطول صوت لما اشوف حبيبي بكيف الليلة هيدي الحلوه لان سامي سنه جديد يا رب وديع اصدقائك المقربين منك بيقولوا انه انت يعني ما بتنتبه ابدا لحالك ماشي وبيلوموك على هذا الشيء قالوا انت الدنيون كلام يوصل انا مصنوع على التلفزيون شو كان يوصل ما حدا بيعرف مصلحتي عندي وما حدا بيعرف انا كيف انت بعصحتي عندي بس في ناس عندهم كثير بحبوني زياده بس بدهم ينصحوني ولو طلع المي صح حالك بدي تستر صدر بيقولوا الوصوف مش قاري حدا مزبوط الوصوف شو انا كسيت عم تشتري الوصوف ابو وديع ابو وديع ايه ابو وديع او سلطان الطلب بتحبه هلا بعد؟ بلا طلب بلا بطيء انا بترجى من كل اللي عم يسمعوني هلا هذا الاسم يلتغى من حياتي نهائيا ابو لا عم احذرك كيف بدك تلغيه؟ لا كيف بدك تلغيه؟ خلص وصلنا لوقت كل بحبوني بيعرفوني خلص بسلطونهم بحبوني بلا حدا بيخر لحاله
والله ما بحبها. ما بتحب الألقاب يعني؟ أعوذ بالله. أبو وديع عمر الشريف هو أول أكبر. شخص أطلع عليك اللقب حبيبي عمر. إذا بيحضرك مدام بريز هو قال عنك سلطان. الله يا سلطان. زمان سلطان وبعدين رسخها الله يرحمه سيد جورج بهيم. جورج بهيم الخوري. لو مش سلطان شو كنت حبيت يسموك؟ يا ابن الحلال أنا عبد من عباد الله. الله وعدني اسعد الناس اللي حابيني. بغنيش روحاتهم بغني له من قلبي. اعطانا هالموهبه اللي هي اقدر اوصل كلمتي لقلوب الناس. كله منه انا مثل اي زلمه كنا عباد الله لك يا ابن الحلال. مين انا؟ لو ما هني لو ما هني بحبوني مين انا؟ عملك ليش ابو وديع عسيره اللي بحبوك وانت اكيد سلطان الطرب. لك محل عنينا غير ناحية يا حبيبي. انا رح ضلني اعتبرك سلطان الطرب بس اكثر من هيك بما انك عم تحكي من اللي مقربين عليك انت سلطان الكرم كمان يا ابن الحلال. الله الكريم لك يا ابني لانه ما في حدا صيد وطالع هذا خلاص. بس قد منك كريم دايما بتقول انه عندك الله اعطاك اعطي ابو وديع بتقول بمقابله انه كثير حابب وعندك حلم انك تعمل حفله لكل اللي بحبك ومش قادر يشتري حق بطاقه شو بعده مانعك من انك تعمل لهم هالحفله بدي مني اعملها لكني اعمل حفله بالمدينه الرياضيه كله فري تفضل احتراما للعيفوت الف ليره يا اخي احتراما للعيفوت نفتحوا حضرونا بلاش لا دفعوا حقتك الف ليره ليه ما عم بتصير هالحفله؟ لا لا كيف شاطرك بيشتغلنا اياها ان شاء الله قريبا ببعيد مثل مايا تحيه كثير كبيره لمايا ببيتك بكفرون حاطط لوحه مكتوب عليها فعلت قليلا من الحسنات انها اجمل اغنياتي عادي ايقو اي الاحسن ايها الاغنياء فالحسن اخت الصلاه حلو قاعد هيك انا هيك بالضيعه مبسوط حطها على خشبي حتى ادعي على خشبي فعلت قليلا من الحسنات انها اجمل اغنياتي حلو عادي انت كريم او مبذر؟ لك يا ابني انا مبنشر مفلس شو بدك؟ شو لك معه خيي؟ لا انا جايب على حسابي الشباب شو بدك؟ لا جمع مصاري ابو وديع مجمع مصاري للايام السوداء والله ما عنده نظره بالحياه مثلي صار يعني كل واحد حر انا بتطلع بالفقير بس اذا بتعشى ما انهم متعشيين بحس حالي عامل ذنب كبير بس يقولوا لي الله يخلي ولاده الله يخليه بصحته عندي ايمان هيدي واصل عنده دغري وحياتك على الغالي من شو بتخاف ابو وديع؟ بخاف والله بس شو بدي خاف؟ وليه الكل بخاف منك؟ ليه بخافوا مني؟ هن جيب انا ابو وديع شو شايل السابع علي ولا قبل حالي لما جيتوا لعندي حتى اللي حوروك يعني وقت قعدنا من يومين قلت لي بيير ما تخاف اسالني اللي بدك اياه اللي حوروك كانوا يخافوا؟ حوروني؟ من حورني؟ كل العالمين اللي حوروك مش كثار بس ما بخافوا ليه؟ كانوا جريئين؟ وحين كمان بس انا اوقع خليني اقول شغله ابو وديع بالنسبه لهيدا الموضوع الخوف لانه للاسف نحن بالحياه صرنا اذا لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب يعني حضرتك بالفن ما راح اكون ذئبا بتطبق هالمقوله انا مش راح اكون ذئبا ابدا بس بدي احط قبر على حالي انه ما يكشوني بس وقادر يعني الحمد لله تعمل حمايه يعني بس طبعا لك حياه شو دفاع عن النفس يعني حضرتك بتشوف انه ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب موجوده كثير بالوسط عنا لا ما موجوده يعني ما الدبان شوي يعني مش كثير بدك تكون قوي بحياتك شاطر بحياتك ناجح بحياتك ما حدا بياكلك بس مش ضروري تكون ذئب ممكن تكون انت كثير منيح ممكن ياكلك واحد اشطر منك ايه بس مش انه ذئب جاي للشر فقط انه معنى الحديث ايه تتغديها بالما يتعشيك؟ انا لا بتغدى ولا بتعشى بتروقوا بس خلص يعني على الصبح بكير يا الله طيب ابو وديع معروف عنك ملك الضروبه
ليه بتحب هالقد تعمل دروبه باصحابك؟ مالك الدروبه؟ مقالب. المقالب شو يعني؟ ليه بتحب تعمل هالقد مقالب باصحابك؟ بحب اضحك. بحب امزح وما باذي. ما نتسلى. هلا اذا انعزى ما مشتاق ما دخلني انا. هيك الله بده يقول. يا عم بمزح ما بأزح حدا. والله بعمري ما أزح حدا والله. لو أزح حدا ما في يعيش. بضلني هيك مع مفلفل ليه يا الله بصير ليه عملت هيك لك يا الله ليه؟ بحكي مع حالي هيك بعصب انا حالي مش في مش بايدي. طب واذا حدا عمل فيك ضرب كيف بترد؟ ما في ما في حدا يعمل فيك بعدين اكثر ما في ما في شو بيعمل فيه ضرب؟ بيطلع فيه بيعمل هيك ضرب شو هيك ضرب لحاله قبل ما يحكي معي اي والله تعتبر ما عشت طفولتك مثل ما لازم عم تعود على كبر؟ ما عشت طفولتي هلا عم عيشها يعني انا مثل طفل رضيع يا ابني شوف وحياتك انا لذيذ النوايا حبيبي انت دحو يا بيرو هيدا على اساس 20 طفولي هلا يا بيرو يبعث لي عنك يا بيرو في افرجيك هالمشاهد؟ ايه تفضل بسم الله هون محبينك كثار يعني ضروري بدي يكون هيك الحمد لله انت ليه زعلانة؟ انا مش زعلانة تفضلي شوف يلا شو بدك تغني لنا اليوم؟ تغني كل جورج وصوف زاد؟ تفضل حبيبتي بعد هذه الغيبة الطويلة عن الجمهور المغربي بغينا انه هذه الليلة الدافئة مع الجمهور وجمهور موازين بغينا نعرفوا احاسيس جورج وصوف الحقيقة لقد عدت عم تحكي لي نحوت الحقيقة شو بدي الله يعني حتى الريبورتر ما بتخليهم يسألوا أسئلة يتلبكون الحال يكونوا عم ضيج ما يتلبكون ما في غير واحدة بتفهم عليك وبتلبيك ضدك هلا أنت مالك ملبك أنا؟ لا صراحة لا وقت جيت لهون بطلت ملبك عطيتك الأمام بس تفضل العاب لا أنا بحبك لأن حبيتك حبيب القلب حبيب القلب أنت بس أنت حبني وأعطيني الأمان وعيادك وشد حيلك شوي فهم كيف في واحدة بس وقتها تحكيها ضغري معاملتها بتكون جيدة معك وبترد عليك وبتلبي لك كل طلباتك اسمها أليكسا أليكسا لايت أوف أوكي برافو هل بتسمع مني ولا منك بس؟ ولك أليكسا أليكسا لايت أون أوكي يلك تعال لطفي ضوء بالبيت كيف وضعك أنت والتكنولوجيا أبو وديع؟ كيف وضعك أنت والتكنولوجيا؟ أنا غرامي أول ما بطلع تكنولوجيا بالعام جوليها بس هلا سايبت إيدي وكتير عم بستعملها عندك آيباد بالبيت تتحكم بكل شيء هلا هي الآيباد التكنولوجيا صمام عادية شو في غير قصص وما بعرفهم؟ كل شيء تكنولوجيا عندي زارع كاميرات وين ما كان؟ أبسوليتلي بالأسانسور بالبيت بال نعم يعني نحن رحنا عملنا لك زيارة إلا بالحمامات بس ليه أبو وديع؟ يا أختي نايكي من اللي عندي إذا بعرف إنه شايفهم أوكي خلاص كل واحد بياخذ راحته وبس سيف بتغرب بمشي من برا كمان لازم يعرفوا هيك هلا أنا ما بشوف لا بشوف فهمت وينهم خليتينا نحكي خليتينا نحكي يا بنت الحليب يا أمم أبو وديع مكملين سهرتنا سهرة راس السنة الخاصة على شاشة الام تي في معك والهوى سلطان أكيد الليلة رح توقف لفاصل كتير صغير خلال الفاصل فيهم يفوتوا على إنستغرام ويشوفوا كل شيء تحت الهوى رح يصير يحضروا على إنستغرام على أكاونت كيان رباط بريك ومنرجع إنستغرام أكرام تابعين الليلة والهوى سلطان مع ضروري لك إلا وتقول له
تقول له إلا قل له ضروري. أبو وديع تفضل نور الليلة. شعره بس بحكي مع حبيب بس. شو بحكي لعندك أبو وديع؟ بينه وبينه شو كنت قلت لك. هذا عمي فيه ضرب بدي حجي على هذا شو اللي صعد يا جميل؟ خبر الله دولي ولحدك ولحد وشك ما هنأسه دخل يركض دخل يهرب دام الحالة على الصبر طبعا بدي شيله بعد الوشك مش هين سبا اولي 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 اوبا ما يغني. مكملين سهرتنا الليلة والهوى سلطان. بدنا نعيد كل المشاهدين يعني متابعونا على شاشة الام تي في. نعاد عليكم وإن شاء الله 2019 تكون سنة خير على الجميع. أبو وديع يا رب. نعم. تحضر نادي أبو شبكة؟ نادي حبيبي بتعرفه من زمان ها؟ إيه من زمان فوق 20 20. عمل شي مرة في ضرب لنادي ولا لا؟ ضرب شو بدي أعمل فيه؟ ولا مرة ظامت يعني. لك يا بيير ضعك لي ضرب ضرب حد أعمل فيك ضرب طلع من راسك حتى طلع معي فاشين كنت عملته فيك هلا بقى معي صح يا دبي نستقبل نادي أبو شبكة أهلا بنادي يا نادي أنا معود سهر على الشجر بخر الدولة هاي بقى يودي شعالة ولا أمرا ما بعد ما بعدك للزمن. اهلا وسهلا فيكم جميعا. ابو سامي ابو ودي يا حبيب قلبي اللي تسترك سفر انت والبرنامج طبعا. لا ما بقول لا ما بقول هيك لا بقول اكثر تفضل انا بدي اقول عن ابو وديع ويمكن بكلمه قبلت ما حدا قال ابو وديع شخص عنده قلب طفل تسلم وانتوا قلتوا انه كريم والله هو مشكلته انه كريم 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 بمحبته يا ابني كريم يا ابو وديع حاشتنا كريم بمحبته شو بتعرف البخيل بخيل بكل شيء يخرب بيته 100% اذا حرارته 40 ما بيعطيك حراره يا الله بقى من محبتي لابو وديع حبينا ننزل اليوم شوي على الطريق ونشوف الناس قد ايه بتحبوا الابو وديع وعملنا هيك بطريقه شوي مهضومه خلينا نشوف نحن وياك هذا الفيديو يلا بدر مدام خلاص بجد انا زي اي حد تسمع جورج وصوف اوه ولو اللي ما بيحب ابو وديع بيكون ما بيفهم بالطرب وبالاغاني بحب ابو وديع تمام جورج وصوف احلى مين بتفضل ابو وديع ولا جورج وصوف 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 تحبه اكثر من ابو وديع ايه ليه مين بتفضل انت اغاني ابو وديع ولا جورج وصوف ابو وديع ابو وديع ايه وديع صافي سلطان الطرب طيب او ابو وديع ابو وديع كمان ما بتغير فكرك اذا خيروك بين ابو وديع وسلطان الطرب وجورج وصوف مين بتنقي جورج وصوف ليه بتحبه له شو بتحب له اغاني اكثر شيء له والله بعرف شو بحبش اسمع اغاني قد ما اعصابي تعبانه من السوق الصبر طيب إذا أعصابي تعبانة شو هو؟ طيب؟ الصبر طيب صبر طيب حابشك اشتريه أنا؟ شو كمان؟ طيب مع دبس الرمان أغاني مش حافظ له أغاني بس في عندي بسوريا كاسيتات شي 800-900 كاسيت هوا سلطان عتيبة كل شي بجنة لو بالشتوية بتسمع هوا سلطان؟ إيه ما بتسقع ولا شي؟ لا شو بتحب له أغاني له؟ وبيسمعوني وبيسمعوني لما بضحك؟ نعم كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر يوم الوداع الحب ضاع والقلب
حس الضياع. هل لي عندك خبر انه قلبي حشر يا مملع البشر على الشكر بكر. كيف خليتوا نغني؟ يسمعوني لما بضحك ويقولوا لي يا بختك. خلي عندك خبر انه قلبي حجر اللي بلعب يا بشر جيبون. على الشجر بكر. شو بدك تقول لجورج وسوف؟ حبك. وين هيون؟ هلا بتعرف شو ذكرني هذا الصبي الصغير؟ ايه مرة كان سهران أبو وديع في محل ما بدنا نسميه، ولأنه عم نحكي عن كرم أبو وديع بتعرف بلش أبو وديع رشوا الفل العسكر طل كذا، هو فالل بيتلاقى فيك صبي صغير بقرب على العبيد عنده بقول له أبو وديع أنا بحبك، بقول له حل عني بابا معي غير 500 دولار، قال له عمل لك أنا بحبك، قال له حل عني، قال له والله طبع لك صورتك على عمل له تاتو يعني على ظهره، وقف قال له شلاح شلحت له مزبوط، قال له اختك اخت ابو وديع هو ال 500 والله. مين طابع تاتو من جون؟ بيدفع 50 اليوم والله. خبرتهم عن الضرب عملته بالشباب بالفرد عن الحادثه اللي صار بالفرد. هذاك فرد فاشن اذا صوت بيستعملوه بالافلام. هلا اذا حدا بيفتح زيارته هلا ما معي غير حدا الا الفرد الصح بس. ما برحمكم وحياة العذراء. اي كلمه بده يفتحوها شو يا ماتر؟ كيف عم يحكوا له؟ بقول ما يحكوا هيك مواضيع نحن، فهمت؟ ليش افرجيك اياها كمان؟ لا ما بدنا نحكي، ما رح نحكي موضوع لا شيل وزع. لا ما رح نحكي، لا ما رح نحكي لا والله العظيم ايش عندك. جيبوا له ماي شراب. لا ما بدنا نحكي، ما رح نحكي موضوع لا جيل وزع. لا ما رح نحكي، لا ما رح نحكي لا والله العظيم وزع، والله العظيم وزع. ما هزل له جفن. لا مخبرينك شي؟ لا والله لا، انا ماني مخبر حدا. لما انت قلت لي كنت روبي بتعمله على مزح ولا مره كنت طيب جابني بالسيره. انا مش معقول هلا تكون جد. هيك فتحه معك صار لك 30 سنه مزح على هالموضوع. هذا بدي احكي شغله كثير مهمه بمجتمعنا هون بلبنان. بيجي حبل البكالوريا بصير ابنه هون عنده عزاء ما بكفي واحد مي. طيب بيطهر ابنه بعمد بنته وهره. معلش هذا الشيء عم يأذي غيره. عم تطلع هذا بس عم تنزل سرعتها ضرب 10 عم تطلع على سيارة عم تبخشها. كيف بدي اشتغل بني ادم؟ رجائي وتمنياتي لكل الشباب لكل الناس اللي بيستعملوا هالطريقة بالفرع، هذا مش طريقة للفرح. عشان يكفي فرحته بابنه وببنته باللي مبسوط فيه، هيدي بلاها. هذا رجاء من خيكم ابو وديع، وبتمنى هيك يصير مجتمعنا كله. ويوقفوا كل هالرصاص المتفلت. كنا مره عند ابو وديع بالبيت هون بالرابيه ايام حرب العراق بتذكر. كنا قاعدين، كان عنده حدا كمان من الاشخاص بحب يتسلى هو كذا، بقى قاعد ابو وديع نكزنا هيك، قالنا شوف وبلش ابو وديع. هذاك عم يحضر مركز. سأل له مرتين ثلاث ابو وديع، وهذاك قاعد مركز على التلفزيون، قال له انت بتحبني؟ قال له بامرك يا ابو وديع انا بموت فيك انت بتعرف، قال له بتحبني بتسعل معي كنت شايفني عم بسعل. قال له بامرك يا ابو وديع. صار ابو وديع كل شوي هذاك انه هو بحبه يعني. انا هو بحبه كثير. يقوي له هون وهذاك يصير هذاك يصير يسعل زيادة عن وديع. بعد شي نص ساعة سأل هداك، قال وديع قال له اسمع مني فوت على الحمام استفرغ ترتاح. فات هذا اللي قلدوه لأبو وديع. كيف؟ اللي قلدوه قصدك انه بالغنى يعني يروحوا يقدموا على الحفلات. ليك انا بعرف ثلاثة وهول بعتقد هن توب اللي كانوا موجودين يعني النخبة تبع هذا الموضوع. خلينا نشوف له فرجيه لأبو وديع الصورة.
بيحزنوني لما بنحن دهدنا الدنانا وبيقولولي يا بختك يا بختك حلو. في غيره؟ هذا يعني اللي على الطريق اللي بحبوه العالم وكذا، بس في ناس كانت عم تدرسها للقصة يعني. حلو. الحمد لله اخذت نتيجه يعني. أوف. مدرسه كبيره هيدي تعد اكيد من بعدك استاذ. تفضل. سجل برنامج الاكسي فورد. ايوه بعرفه. فوكتوري. عن جد اسم صعب بالانجليزي، اصعب كلمه هي مرت علي. الهوى سلطان، الهوى سلطان، يا عاشقين الهوى سلطان، هوى سلطان، الهوى سلطان، يا عاشقين الهوى سلطان. صراحة أديت هالغنية أكثر من رائع لجورج وسوف، لو سمعها كان بطل يغني حقيقة. تفضل عطنا أغنية أخرى لجورج وسوف الله يخليك. يوم الوداع الحب ضاع 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 والقلب ياما حس بضياع يوم الوداع. أوكي. وانت فاكر البعد هين وانت ما بدي واقف نسيت حضنك الدافء الحنين بس بالآخر لقيت محمود إن عمري ما حدا أنسى أحلى أيام الهوى واللي باقي بنا يبقى ذكرى ويضيع بالهوى أهو يوم الوداع. هلا أنا مو ناجح بنوب، ما هيك عم تقول أنت؟ بنوب 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 ماشي، مو ناجح بنوب أبدا. هيك رأيك أنت يعني؟ مش شامة بريحتها. هيك رأيك أنت؟ هيك رأيي، أنت شو رأيك؟ أنا رأيي إنه أكثر شيء اللي بيحكم بالشغلات جور وسوف أبو وديع سلطان الطلب. أنا مو ناجح. ما حبيتك بنوب والله. نادي أبو شبكة، ثانك يو سو ماتش، بنعاد عليك وهابي نيو يير، ثانك يو نادي. لك ذوق يا غيي. أبو وديع رح تدق الساعة 12. يا الله قرب الوقت، بدنا كلنا سوا على القد نعد الكاونت داون. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ويكون احسن من 2019. تحيه لكل مشاهدين ام تي في يلي كانوا معنا اوفيا بكل سنه 2018، تحيه لهم، ان شاء الله انجازات جديده بنعيشها نحن وياكم بال 2019. ابو وديع ينعاد عليك. ينعاد عليك يا رب. ان شاء الله اهم شيء الصحه، ان شاء الله اهم شيء طول عمركم يا رب فرح، وان شاء الله اهم شيء الله يطول بعمرك وتضلك عم تعطي كل المشاهدين ما تبخل ابدا عليهم بالاغاني الجديده ان شاء الله تصير خير عليك بالاغاني الحلوه بالكليبات الحلوه، ونكون 2019 سنه خير عليك وسنه فرح ومحبه، لان تستاهل كل الفرح وكل المحبه للجميع يا رب، جميع الناس حبيبي. بعد عليك شو بدك تهدي 2019 اذا بدك تهديها باغنيه؟ كل شيء عندي حلو بحبه، اي شيء حلو بقلبي وبعرف طارق اللي بدك اياها واستقبل فيها 2019. رح بستقبلها بغني بتقول صابر وراضي. بتطلع شيء بيت برا بعيشوا على القليل تمنوا العيشة كريمة بس يا رب نتمنى. اذا مش هالسنة اللي بعدها اللي بعدها ناطرين وصابرين صابر وراضي. هاي هاي هاي
شعره راضي علي ناسيني وروحي فيه صابر وراضي ايه راضي حنيني ونعلي مهما حنيني ونعلي صابر وراضي راضي 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 مهما غاب عني حبيبي برضو حبيبي عشان حبيبي يقول الليالي لو يزيد شوقي ولهيبي برضو حبيبي مهما جرالي مهما جرالي بشتاق ليه انا اعمل ايه ده اللي عيط خيال صابر ايه صابر ورابي صابر ورابي صابر ورابي مهما حنيني يقول عليه حبيب عمري ملك عمري اديها عمري بس مره يقول لي اه لو بس مره يقول لي لو يطوعني او يسمعني مش هتزعني الدنيا دي حب لا 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 الدنيا دي فحب لا 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 حبيب عمري مالك أمري قد يا عمري مرة يقول لا 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 لو بس مرة يقول لي لو يطوعني أو يسمعني مش هتسعد الدنيا دي حبكم لا 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 الدنيا دي لا 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 صابر صابر وراضي ناسيني وروحي ناسيني وروحي صابر صابر وراضي والله راضي يخصمني ليه يظلمني ليه يحرمني من أحلى حب عرفته ليه من أحلى حب عرفته ليه لو يناديني لو يداويني أديها عين ولا عيش من غيره أبدا لا 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 ولا عيش من غيره أبدا ليه يخصمني ليه يظلمني ليه يحرمني من أحلى حب عرفته ليه 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 عرفته ليه لو يناديني لو يداويني أديها عيني ولا عيش من غيري لا 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 لا
ابدا لا صابر وراضي صابر وراضي ما حنيني ونالي ما حنيني ونالي صابر وراضي Thank you. فعز الليل دليله هني اعطول يلا دليلو 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 قلبي العاشق دليل ولا يوم احساسه خانه ايه قلبه دليل فعز الليل ليلو ليل الليل حلو بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته بعز الليل 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 وحرته بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته وبعز الليل 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 والله وحرته آه بتنادي عليه أميرته بتنادي عليه أميرته أما بيختار حبيبته آه بعيش راضي بقليله راضي بقليله العاشق يا قلبي تضحك لك الايام حبيته القمر جنة ولا الاحلام قلبي العاشق يا قلبي تضحك لك الايام القمر وهواها جنة الاحلام كتير كتير بيشوفوها الناس كتير مش وعدة زي كل الناس كتير بيشوفوها الناس كتير مش وحدها زي كل الناس دي ملاك 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 كلها يا حسان ملاك 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 كلها يا حسان دي ملاك كلها يا ناس ملاك ملاك كلها يا حسان دي ملاك دي ملاك دي ملاك والله وإحسان ملاك 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 يا ناس دي ملاك 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 كلها إحسان دي ملاك ملاك كلها إحسان ملاك دي ملاك دي ملاك إيه يا ناس والله ملاك ملاك كلها إحسان وليها حلوله بتأثيره فعز الليل وحرت الليل 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 وحرته بتنادي عليها أميرته آه يا أميرته فعز الليل وحرت الليل الليل وحرته بتنادي عليها أميرته بتنادي عليها أميرته فعز الليل فعز الليل الليل وحرته أما بيختار حبيبته بعيش راضي بقليله راضي بقليله
شاور قلبي وناداني أخذني ورحتي معاه وداني الدنيا هي دنيا أجمل حياة وياه شاور قلبي وناداني أخذني ورحتي معاه رحتي معاه الدنيا هي دنيا أجمل حياة وياه وشاور قلبي وناداني أخذني ورحتي معاه كتير بيشوفوها الناس كتير بس مش وحدها زي كل الناس كتير كتير بيشوفوها الناس مش وحدها زي كل الناس ملاك 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 والله يا ناس ملاك كلها إحساس والله إحساس ملاك كلها إحساس ملاك ملاك كلها إحساس ملاك 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 يدل ملاك يدل ملاك كلها إحساس يدل دي ملاك 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 كلها احسان ليها على القلوب تأثيره ليها على القلوب تأثيره تأثيره ليها على القلوب تأثيره تأثيره شكرا تحية كثير كبيرة للفرقة الموسيقية الموجودة معنا الليلة بإيدة المايسترو مازن زويدي مازن تحية كثير كبيرة لك مايسترو تحية كثير كبيرة لكم شكرا كثير لسباركس للديكور الليلة وعمر عجة لبسك ولبس لي الليلة مثل العادة عمر عجة بنوجه له تحية كثير كبيرة أبو وديع رح نروح هلا على صورة وخبرية لأنه كل صورة لها خبريتها يلا خلينا نشوف اول صوره وبدي من كل صوره باختصار تقول لي شو الخبريه ورا هالصوره الصوره الاولى ضيعت الهلوة هاي وين هيدي هذه كفرون بكفرون هذا جبل السيدي السيدي شو عملت بالجبل هيدي اسمع بين شيء بالجبل قالوا لي هذا شيء ما بعرف الحق عنه تفضل في صليب كبير مش انا مين عمله الرعية الخوارني فينا نكفي الرعية ما هو مشترك جبل بين الأرثوذكس والموارني صور بسوريا وغالبيننا الموارني عندك علاقة خاصة بالسيدة العذراء هيدا حبيبتي شو بتطلب منها وقت تصلي له حبيبتي بحكي لها حكي بحكي لها حكي أنا حكي طيب صورة تانية خلينا نشوفها يا بيك بدي يسترق يا أنا يه 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 Who's this guy؟ يه 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 يا أمتين أنت أنت أمتين وعم دخن بتقول رزق الله على هالأيام؟ طبعا رزق الله رزق الله الأيام هيديك نفس هذه الأيام والدنيا نفس الدنيا الله خلقها بس البشر تغيرت من هيديك الأيام والأيام اسم الله ابنك جورج جونيور مهندس عمارة راح أقدم على شغل خبروني شو صار بالشغل؟ هذا الوضع القاسي اللي لبنان وجه القلب بتعلموا التلاميذ بجامعه بيطلعوا متفوقين وناجحين احب يقعدوا لقوا لهم فرص عمل اوكي جورج وصوف ابني اسمه جورج ابنه باهم شركه هندسه راح حبيبي وزيبي تبعه كثير حلو راح رجعت له بابا شو قال لي ما هو كثير حبوني وكثير احترموني كثر خيرني بابا ايه شو عيطوك معاك بالشهر؟ قال لي كلمة قلت له اللي عم تنزح. أنا شيء ببكي. اوف. بعت ابني لبرا. بعت له احدى الدول العربية مع شركة كثير مهمة. دفعوا له قد هدول دفعني يوم ضرب عشرة.
بس بلاد غربيه كلها بلاد شجعك تقعد تعيش فيها، ما حدا منهم جوعان، ما حدا ما عنده مي، ما حدا ما عنده كهرباء، ما حدا عنده وسائل رايحه على شيء، وسائل رايحه على ايش فيها بني ادم. الصوره الثالثه حبيبي فيدال. ومسميه فيدال؟ ايه هذا حبيبي طبعا، هذا فيدال حبيبي هذا. شو كبران هلا شفت امبارح شو كبران. العمر كله يا حبيبي صار عمره سنه شهرين. هل الكلب اخلص من الانسان اليوم؟ سو ماتش اوف يا اشوار. هيدا ما بيعضيك بالطعمين ما بخرمشك بيحفظ الجميل. ولك بيحفظ كل شيء هيدا. بيحفظ اذا حدا طلع فيك هيك بيعمل هيك. مع انه مربي انه مش انه لا دفاع ولا هجوم. مربي انه شاب مهذب تخريج جامعه. حلو. اي والله. ما بيأذي بس بعصب. لو كان معنا الليله كيف كانت حالته برايك؟ هلا كان عضني؟ بقول له عضني. بيسمع الكلمه. بيسمع الكلمه. كلامش كثير كمان رح تعمل لي ملايكي كلب. بيتك الله. يلا خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. بيبرق بزنبيل بحبب حالي وبعدين بقول له خلص عضني. هيدا سكوتر. هيدا قلعونا من الاوتيل بامريكا هلا من الشهر الماضي. ليه؟ والله قلعونا. ليه؟ مدخنين. عطونا خمسة دقايق. خمسة دقايق. يعني بقال في ولاء عشر دقايق النيرون. قال اوكي بضلنا فلنا بحرس الكوريدور. بس انا طلعت من ثاني اوضه هيك. على سكوت تبعي قلت لهم ستوبيد. انه انا ما بعرفهم ضليت ماشي لحالي بتعلم. انه في حدا عم بدخن. ما عندك واسطه بامريكا ابو وديع؟ بس انت بتستعد خالف. ايه مضبوط. يعني معنا سواقين ما لك عين تمسك سيجاره بتحس حالك انت نكره. اللي بيحترم حاله ما بيعملها. الصورة اللي بعدها. نجوم ريلاكس ان، بتعرفوا هالشباب؟ الله يرحم حبيبي ابو مجد. الله يرحمه. الله يرحمك ويطول عمر الباقيين. كلنا حبايبي. مين بعده صديقك من الموجودين بالصورة؟ كلنا اصدقاء بس اللي بشوفه كثير وليد حبيبي. بدك تقول شيء طلعته ابتسم. لا وحيدك لا شو بدي اقول. صاحبي بحبه. وبيعجبني فنان. لا بحبه كمان. عاصي. عاصي حبيبي. وهذا اللي فوق حبيبي كمان. شو بدك بعد؟ حبتك حبي من غير شر. ما عندي عداوه مع حدا، بس في ناس بتقرب مني. قلبي بتقرب منها واحساسي بتقرب منها، وفي ناس بكون عندها اشغالها. نشاطك الفني كثير قوي. الحمد لله. اسم الله عليك يعني يعني هيك بيقولوا لي يعني هالسنه شو بدي اقول لك سندباد من باريس لستوكهولم لعمان مصر سوريا جوله امريكيه رحت على كندا برمت العالم. ما بكتر انا بيورو ما بكتر. بعملوا جولات من بلاد من وقت لوقت يشوفوني. ناس بتحبني بتحب تحضرني. قلوب غني لهم. صوره جديده. شو هذا؟ شو قصتها؟ بتحب البحر؟ حبيبي هذا البحر. هيدا البحر حبيب قلبي هيدا. شو بتكب فيه؟ بدك تطلع فيه اول وهو هايج وهو رايق وهو بشوف اليم من بعيد. شو اخر شيء كبيت بالبحر؟ شو بدك تشوف فيه بتشوف فيه. شو اخر شيء كبيت بالبحر؟ انا كل شيء بيطلع عنا بالبيت. بيطلع خبز بتحطه باكياس وزع على البحر بكبوه لسمكات. والله بقول الله يوفق ابو وديع. والله العظيم اذا حدا بكب شقفه خبز بشيل له عينه. حرام هذه نعمه. والمنيح بتكبه بالبحر؟ يعني الناس بيقولوا اعمال منيح وكبه. واحد غرقان خلصت قلت له انا من كبته بالبحر. شو بدنا؟ يلا الصوره اللي بعدها. هيدي رساله من معشب بيقول مساء الخير جورج ابو وديع سلطان الطرب كيفك؟ بس كان بدي اسالك اذا ناوي تعمل شي حفل بالمانيا مشان اجي احضر وانطرب بس بمعيتك حاول يكون بعد شهر 12 لانه عندي سجن ما
من بعد بكره وبتمنى تجاوب على سؤالي باسرع وقت ممكن مع كل الحب والتقدير واحد من جمهورك يلي بحبك. شو رديت على هالمعجب؟ خلاص بعد ما حروح روح ناطق راح تطلع بس ما تجدد. معجبينك دائما بدون شيء منك، كم مرة مثلا شايل حجاكاتك وعطيهم اياها؟ لك بسيطة. كل مرة طعمي يا ابني، طعمي بني ادم عروق هو بني ادم كابن. لك يا بيرا شو؟ ها انتبه هالشغلات ولا شيء لك يا ابن الحلال. ولا شيء ولا شيء كل شيء ولا شيء. قول له رأيي. شو الأهم شيء بالحياة؟ نحن رايحين. شو الأهم شيء بالحياة؟ كثير شغلات مهمة بالحياة. تكون صادق مع نفسك وصادق مع الناس. وما تنسى الناس، أي حدا ساعدك. ما تنسى حدا بحبك بدك تحبه أكثر غصب عن رقبتك. هذا واجب قدام الله كمان. إنه الله محبب الناس فيني بدي أحبهم أنا أكثر، هذا واجبي. يعني كل واحد بحبك له فضل عليك. له فضل على رقبتي. الصورة الأخيرة. بيت ألبس فيروز يا جارة الرضا وشاهد ظروف زرتها أمتى؟ بدد 2008-2007. شو حكيته؟ كيف كان لك؟ شو ما قلنا ست بتقعد ما بس تطلع فيها شو بدنا نحكي؟ ست فيروز هيدي هيدي فيروز الغالي هيدي عالم من أعلام لبنان هاي ومهمولة هلا وهلا مهمولي هلا طبعا مهمولي هدي بدها تشم ريح ربها بدها تشوف ناس بدها تاخذوها على محل انه تقدر تعيش وفا شو يعني بين اربع حيطان ست فاروز هيدي هاي لازم تتقدس اخر شيء هاي اخر نجمه حلوه من نجوم لبنان شو اللي كان الله يرحم وجهه الصافي مات ما طلع ما طلع له العزل اللي لازم يطلع لوديع الصافي صح حسوا عدمهم بعدين قيمين بهالبلد وقت مات الصبوح الله يرحمه طلع بابا انه انا اعظم فنان عند المنيه صباح صباح كل الالوان بتغني وكل الالوان بتمسد وست وحلوه ومهضومه وعيشه كل شيء صباح شغله كبيره مش منا لعبه الله يرحمها عملوا الله هذا اولادها اللي كفروا غلطتهم على وديع الصافي لو تكرمون بحياتهم لما بدهم تكرمون ابو وديع بتفكر بهذا الموضوع لبعدين الله يطول بعمرك انا ما حدا يعزي فيني انا حيطلع من هدول الملايين حيطلع وراي وحدا يشجوني ويعملوا لي هيك ابو وديع انت الله يطول وصلت لمره يعني تخطيت الحمد لله تخطيت الخطر الحمد لله في شيء قرار اخذته بينك وبين نفسك اذا متت لا 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 قول للحياة نفسها من بعد ما قطعت مرحلة كثير مهمة بصحتك والحمد لله صرت منيح في شيء قرار بينك وبين نفسك اخده للحياة المستمرة وان شاء الله تكون طويلة كثير وحياتك يا استاذ الغالي انا هذا حياتي مع الناس ومثل ما انا حضل الحمد لله ما تغير ابدا ما تغير شيء فيك من بعد ابدا صدق امشي على الوقت شوي هيك هذا شعر حلو هيدي الله سبقني فيها ما في احلى منها هيدي اعطيتك هلا مذكرني وسبقني فيها وبعد عم خلينا اضحك وغني واقعد معكم وحبوني وحبكم هذا شيء نعمه من الله كبير يا بس انت بس انت ابو وديع يعني عشت حياه مليئه بالعز والشهره والنجوميه والحياه طبعا فيها الحلو وفيها المر يعني قديش كان في بحياتك حلو وقديش كان في مر كله حلو خي شو حلو 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 كله حلو والله ان شاء الله على طول يا رب والله عم احكيها بكل صدق صراحه مزبوط لانه الجمال في عين الناظر حبيبي كل جميلة ترى الوجود جميلة لكن أي شيء بدك تشوفيه شوفيه حلو بتلاقيه حلو طبعا أبو وديع ست فيروز غدا شوفيه مش بتلاقيه رؤيا بيرورو ما صرخ بدي لي نعزي يا بيير أكثر من فرق يلا أبو وديع ست فيروز غنت بحبك
يا لبنان انت اليوم شو بتقول؟ انا ما بتجرأ اغني لست فيروز. انت شو بتقول للبنان؟ انا بحب لبنان، هذه كلمه قليله. لبنان شغله كبيره لالي. لبنان بلد الثاني. اذا بقول الاول بكون انا رجال. انا بلدي خلقت فيها وبلدي هي بدي اندفن فيها ضيعتي، بلدي سوريا. سوريا من اجمل بقاع العالم. ارض الانبياء سوريا. سوريا شعب طيب. شو بدنا قاعده السياسه كلها كذب، انا ما بتدخل فيها. يوم اختلفوا يوم اتفقوا يوم حرين هن. ولبنان لبنان عروس هالخريطه هاي، ولبنان بلد انا بالنسبه لي بس اطلع فيه مثل السمك واختنق بس اطلع منه. من قلبي بحبه. ابو وديع ومقهور. لك ومقهور، والله مقهور، والله مقهور، مقهور كثير على ما يشوفوا عم يصير. طيب كانوا يجونا سواح على نيويورك، وين بدهم يجوا؟ طوفان ومدري شو، لا كهرباء فيه لا بطيخ فيه، مثل الكذب. والله العظيم شو بينحكى لينحكى كثير كثير، والله كذول. وحدكم تعالوا مظاهرات، روح شوف فرنسا المظاهرات، خربوا الدنيا ولك لغالهم ضرائب وما قبلوا. بدهم اكثر، حيعملوا لهم مثل ما بدهم. بينزلوا هون بوقفوا بياكلوا قتلة بيرجعوا. فخليكم واقفين يلا هيك هيك اللي ما حتاكلوها ان شاء الله على الطريق كلوها. خليكم تاخذوا مصاليبكم. ابو وديع مكملين معك سهرتنا لليله، لما رح ناخذ ما تقطع الحديث يا بخير. اه لك جيب لك هذيك مضبوط لك جيبه؟ لا طيب خلينا نشوف اذا رح تجيبه ولا لا. دغري بعد العلين ما تروحوا لمحل، خليكم عم تتواصلوا معنا اكيد على تويتر وعم بتعلقوا على هيدي الحلقه. بريك كثير قصير، كل شيء تحت البريك فيكم تشوفوه على اكونت على انستغرام. بريك وبنرجع. ملكة جمال الروح والعين ابو وديع بعده موجود معنا الليله، مبسوطين كثير بوجودك ابو وديع الليله. فعلا انا يا حبيب قلبي مبسوط كثير والله، حاسس حالي قاعد بسهره عائلي عائلي مع بعض. وهيدا عائلتك وهيدا بيتك الام تي في دائما ابو وديع. عندي بيت وعائلي انا. عائلتك ثاني، عائلتك ثاني، بنحبك قدهم ابو وديع. كل بيوت الناس وكل عيال الناس بعتبرهم اهلي وعائلتي، اذا هن ما بيقبلوني بس برجع. كلهم بيقبلوك. شو عرفك؟ شو انت ما تعرفش؟ الكل بحبك، الكل بحبك، قليل الناس، قليل الناس اللي ما بحبوك ابو وديع. كتر خيره الله يا ابن الحلال. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر ابو وديع. لا. الكلام العاطل يعني. هيدا عصاي راسي القديم. فهمت كيف؟ هي غنية حلوة طبعا، كل مجتمع حبها كلامي وكلامها. صح. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر. بس انا هلا معي بقدم بأخر. اوف حلو. حيت الرب. ليه؟ ما بريد اي انسان لا يحكي عني كلمه حلو. وبحاول اضغط وحاول وابرم لحتى برجي شيء حلو لا يحكي عني حلو. وحياتك بفرح. عائلتك بتحبك والمقربين منك بحبوك اكيد. قول ولا. مش من زمان كان شو رايك بالزواج؟ شو من زمان؟ مش من زمان كان عيد ميلادك ابو وديع، ب 23 ديسمبر كان عيد ميلادك. ايه انت ما بتحب تحتفل كثير بعيد ميلادك؟ ابدا ولا بحياتي. ليه؟ لانه كل يوم عندي بكون عيدي، يوم بدعي بحبيبي ويوم بفرح معهم. هذا عيد ميلادي، يوم بفرحوا فيني. في عند فرجيك محبينك كيف احتفلوا بعيد ميلادك؟ الماضي؟ هذا جديد؟ سنة. لا ما عم نكذب اجباري، تفضل. حلوة يا غالي، سنة حلوة يا غالي، سنة حلوة، سنة حلوة، سنة حلوة يا غالي. تنعاد عليك يا امي، 100 سنة بخير يا رب. مش يا شو المثال احترقين اكثر؟ يا برني الله الله.
ينعاد عليك والله يخلي لنا اياك يا احن خال بالعالم. كل سنه لليوم بيكون الكل عنده عيد الا نحن بالعيله عندنا عيدين، عيد الخال والاب والروح والكل بالكل. الا على عرضك يا حبيب القلب، طولنا بعمرك يا رب، نحبك كثير كثير. رح يبكي هذا، هذا خالي عليك احلى واحسن يا خالي. ابتدي انا هذا بالكل، انت نحبك كثير كثير خالو. بنحبك كثير وبنشوف مين هدول؟ هذا مين؟ كل شيء في حب الدنيا، هذا مولود جديد بايديك يا كل الدنيا يا بيتي، هيدي حياتي يا حبيبي. انت غيرهم اللي خانوا في الهوى وباعوا ضميرهم. بحبك يا خالو. Happy birthday to you. Happy birthday, يا حبيبي. Happy birthday to you. العمر كله أبو وديع. العمر كله. هدول عيلتي. شو هالعيلة الحلوة؟ ألطف وأحلى منك ما في. عالطبيعة. عالطبيعة. بحبهم من قلبهم. هيدي خيتي الكبيرة سوزان. أكبر مني بكم شهر، نبي كان عنده فراغ، أربع خيات معلمات مدارس، حلو تروح على التقاعد كلهم هلا، صغيرة 50، عمرهم مش حاضرين إلا حفلة، نعم، ولا أمي بحياتها مش حاضرة الحفلة. ليه؟ شو ليه؟ بيقعدوا يصلوا لي بس، والله مش مزح ولاد الحلال، مش حاضرين لي ولا حفلة. ما فيهم بينهاروا يمكن ما بعرف. هن ما بدون يعني بإرادتهم. تخيل يمكن أمي، أمي ما شاء الله تتفاهم مع العظام، ما بتتفاهم معها طول عمرها. أمي ربتنا تربية هيك. هيك ربينا. الوالدة مش حاضرة ولا حفلة؟ لا يا أخي لا. أمي ما عندها غير كنيسة وببيتها في كنيسة. ما عندها غير هيك. طب إخواتك؟ نفس الشيء. من حبل لا. أبو وديع كيفك أنت وألعاب الخفة؟ بحب. بتحب ألعاب الخفة؟ طيب أنت بتتحدى الساحر أو يلعب يعمل لك ألعاب الخفة ولا هو بيتحداك عادة؟ يعني ما في تحدي، بس شاطر بلقطه. أنا بلقطه إذا عمل شيء. طيب طيب يلا خلينا نشوف إذا رح تقدر تلقطه ولا تفضحه الليلة. بنزقف له زقفة كثير كبيرة باسكال. هاي باسكال كيفك؟ هابي نيو يير مان. هابي نيو يير ابو وديع. هيدي المشي سحر ولا عادي؟ اي لاف يو. هلا لحظه قالت شيء انه بتحدى ما بتحدى. لا اول شيء ما حدا بيتحداك كده، واحد واثنين يمكن تكشفني مع انه مش من قد بطل يعني. بونسوار هابي نيو يير. في عندي دقيقتين معكم which is very fast. في معي دقيقتين بس. تفضل بس دقيقتين. لك اثنين مني اربع عروض. ماشي. فور. كريم. يمين. فكر بحي الله ورقه. حي الله واحد. والله حلو فكر فيها، بس مش قص الكبة او بنت الكبة، مش شيء دغري هيك يمكن واحد يجي على راسه. فكر فيها منيح بس تخلص لنا اياها على صوت عالي كلنا سوا. تفضل. اولى اولى ولا ثاني؟ لا اولى 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 يعني. صوت عالي اولى. قال ثمان كبة. تفضل ثمان ال كبة. عم منيح عم من ايه من قصدك جايبتي هلا. اختفت. يعني لانه قرب شوي لعندي، لانه انا قبل ما اجي بقلب الجزدان هون، قرب 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 بقلب الجزدان عندي هون. في عندي ورقه وحده يا ابوي. هول سرقهم من خالتي هول. ايه اوكي. بلاغو. لقطة؟ شيلها. لا ما بدي. بقى شيلها لإلك. ما بشيلها. خلي لإلك هيدي. شو هي؟ كوبا ثاني. ايوه. برافو برافو برافو. فاين. حد يكتب علي. صك القلم بليز واعطيني مضي علي بليز، مضي مضيتك. مين وايل اي نيد ذا بيوتيفول رولا قاعده اون ذا ستيج ليديز اند جنتلمان جيف ذا بيج راوند اوف بس شرفك لا تقصقصها ولا تخفيها بدنا اياها.
ما شو بدك عمود؟ بليز تيك ماي سيت. انت بدك اياها قصه وخفيه. حلوه يا رولا، حلوه يا رولا كثير. تسلم تسلم. هيك هيك صار في ماضي. اشتغل مضبوط فهمت؟ صار في شيء قوي. ابو وديع بليز تعطيني اياها. بدك منه كوبا ثاني؟ ابو وديع بليز تعطيني اياها. اوكي جد. ضيعنا هلا. This is crazy لانه هلا اللي راح يصير هيدي اول مره اي دو ات على التي في؟ Yeah, this is the first time. إن شاء الله تزبط معك باسكال. وإذا ما حتزبط مكملين اتس اوكي. 2019 رح أعمل هيك قولي ستوب بس بدك. ستوب. Right there? Okay, very nice. أربع البستون. Go ahead, take this. لولا بليز حطي اسمك ورقم تليفونك. عم بمزح عم بمزح. حطي رقم عم يمزح. حطي رقم تليفونك بلا اسم. بس بس رقم تليفونك بس. نيم نيم نيم. بعرف أحد اسمي؟ يس. شو اسمك زيرو تروع عم تكتب؟ Yeah. It's amazing. Okay, guys, watch. Lula, over here. I take it. Okay. And I will place you over here, okay? Okay. بس بعد مرة. Okay, بس. Okay, بس. Please, كمل. قول stop. بس قول stop. Okay, stop. بعد مرة. Stop. هون؟ Okay, كثير منيح. شو عندك؟ صارت هون. أصل كوبا ليك ليك. جبتك. أجمل ورقة هيدي، أجمل ورقة. ارجع هيدي القلم بليز. يا عضل. دين 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 دين. Watch, this is very quick. ورقتك حد بعض. افتح ايدك افتح بليز 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 عن جد افتح. فتحنا ما عندي غيرك. وخليك هيك عن جد سيريسلي بليز قرب ايدك شوي. لايك ذس واتش. ايس اند فور. شوف شو حيصير. عطاك ورقتك رح حطهم هيك مع بعض. بليز حط ايدك عليهم اثنيناتهم اند هولد فيري تايت. وطلع ببعض وطلع ببعض وطلع ببعض شوي صغيرين. قابلتي في زوجة لك. طلع طلع شوي بعيون بعض هيك عن جد. وتخيل انه انت وياه هلا صرتوا 1 طلع لي خلي طلع فيه يا لطيف هلا واتش يلا when two hearts beat as one شيل ايدك على رواق رولا اوكي يا الله اخذتيني يا رولا اخذت الدور الجاي وهري هريك ان شاء الله واو على اهديك على كل شيء واو هي زيت الورقه هي زيت الورقة؟ خليني يا هادي للجوية It is the exact same زيت الورقة؟ امضروا لها وامضروا لها سوا برافو باسكال باسكال thank you so much بس بس قول شغلي real quick أبو وديع هيدي أكيد رح خليها معك أبو وديع أنا كل شيء صار اليوم لو عارف حط صوابعك مالتها مضبوط كل شيء كل شيء صار اليوم وكل شيء رح يضل وأنا كان لي الشرف عن جد وقف حدك هلا وأعمل هذا الشيء لعمل دخيل عيونك حبيبي براو thank you Pascal Pascal thank you so much happy new year براو تفضل براو أبو داي برافو إيه أبو داي كثير أبو وديع لسهرتنا الليلة رح نكشف لأول مرة عن كليب أغنية جديدة صورتها ورح تنزل قريبا تقريبا بعد 10 أيام عنوان هالأغنية هي حال القريح حال القريح لمايا عقيل مايا عقيل فينا نشوف التيزر نحن وياك والمشاهدين يلا ويلي ويلي يا ضي يا ضي يا ضي يا ضي عشان متقطع في الناس ما فيش إحساس حال القريح بعد بتعمل ستريس وقت تطلع على المسرح؟ لك يا حبيبي ليه؟ لعب المسرح اذا ما عملت ستريس ماني بقنين انا وماني حساس فانا غنيلهم انا بدهم يسمعوني بدهم يشوفوني امبيكال بدهم يشوفوني على الاخر بحترمهم على واجب هيدا هذا شيء واجبي اطلع احترم اللي عم يحضرني وسمع وكل شيء اعمل من قيمته لكن ابو وديع عيوني قبل ما تطلع على المسرح في عندك شيء تقليد معين لإلك انت بتعمل لا 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 دقيقه دقيقتين قبل ما حدا يحكي معي بلا هيك شو قالت؟ ما تقول شيء ما فهمت شيء حل عني تقول الواحد يروح راسي فوق اليوم كل النهار الله يوفق كنا من الصبح يا الله بعيد 7 الصبح انا بوعدتها 7 ايش بالاخبار 7:30 8 بقلب غير محطات عربيه واخبار وعيد
دقل الملك لما نمت نهاية عندك شغل يقولك اني قادر نايم قادر نايم راح سامي وروش فيها اليمين شايل هم الصوت بالستوديو شايل هم الفرقة كيف هتقعد عشان هم بيير اكيد شايل المزح لا لك مش هيك هم بيك حبيبي انت حبيبي انت شايل هم كثير ويا رب تطلع حلوة ويا رب ويا رب ويا رب ويا رب والحمد لله طلعت حلوة انا بدي اقول لك مش حلوة حلوة انا وديع بدي اقول لك مش حلوة بدي اقول لك رائعة الحلقة هذا بقول على تيتو عكرين لا انا رائعة انا عامل لك عن اطلالتك انتبه انا عامل لك عن اطلالتك رح ناخذ صورة رح حطها على انستغرام انت عادة بتحط الصور على على اشر لورا علي بده شو عم بحمل عم بحمل الميكرويت عم بحمل الميكرويت رح ناخذ صورة لا عم معقولة رح حطها على انستغرام انا وياك بس حطها محل ما قلتها انستغرامك راح هيدي الصورة اللي بنحطها على انستغرام، انت حضرتك عادة بتحط صور وبتصير تشوف كم لايك بيجيك على الصورة وعيات عيونك لا بعرف حط صورة ولا بعرف شوف بحطوا بشوفوا لي طيب هيدي الصورة بالتحديد بكون قاعد عم بلعب فوتبول انا على التاب هيك والله يعني مليح ولا مش مليح هيدي الصورة بالتحديد عليها 2,592,000 شخص شاف هيدا البوست وعليها 288,000 لايك حلوة هالصورة محيطة هادي قلنا بشرم الشيخ راس هيدا ولا اللي قبله اللي قبله هيدا مش بعد مش اليوم اللي قبله كنت بشرم الشيخ قل لي كنت بشرم الشيخ كنت مع مازن مايا نعم استاذ نديم جوزة واستاذ جزيف صاحبنا نقيب بالتاب العادل الشلة نحن ناس طيبين بعرفنا هيك على محل على البحر صورني يا أستاذ جوزيف جوزيف بشارع اللي هو نقيب بالتاب العادل نوجه له تحية ومن عائلك يا أبو الزوز معنك ما مسأل عنا طلعت نزلت السمايا نزلت على البيج تبع الفيسبوك وكان في العقل وطار لك ما حيتها 82,000 لايك 12,000 كومنتس وما حيتها؟ شو علي؟ بيير إذا أجي 500 لايك بعيد والله ما بعرف ما أنه أنا زعلت أم حيتها شو شالوني أنا ماني أدمن هلا طيب وردة جزائرية زعلت منها وقت عطيت رأيها بصوتك؟ وردة دخيل نفس وردة دخيل إحساس وردة دخيل فن وردة وبتتقبل رأيه؟ شو لك بتقبل سوري 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 مثبتها اوف حبيبتي هاي خلينا نسمع شو قالت شوف شو عمل جورج وسوف ما شاء الله بخبرته وبإحساسه مقبول أنا بحبه فيعني السؤال لي مش في مكانه لأنه أنا كده ولا كده بحبه يعني لو غنى باردون كلمة طز للناس باردون يعني باردون بحبه صوته بحبه إحساسه بحبه كلامه حتى وهو كده مش بيجامل حد لو غنى كلمة لو غنى كلمة طز بحبه هو أنا هقول طز قلنا يا هلا طز طززك إن شاء الله غني لنا إياها غني لنا إياها سمعنا كلمة طز بصوتك حط الصورة عليه هاي طبعا هيك وعدتك ثانك يو ابو وديع نعم بدي عيدك بدي لك هابي نيو يير ان شاء الله عليك ان شاء الله يا رب ناطرين البوم ما بدنا غنيه بس ولا غنيتين شكرا كثير لأنه خصيتنا بهيدي الحلقة حبيبي أنا هيدا فخر كتير كبير لإلي إن شاء الله على مسيرتي الإعلامية هيدي بصمة كتير مهمة وأنا بفتخر فيها بدي أتشكرك كتير لأنه قبلت هيدي المقابلة حبيبي قبلت تجي لعنا وهيدا بالنسبة لإلي أحلى استقبال للسنة الجديدة حبيبي مش بس بالنسبة لإلي بالنسبة لكل إن شاء الله يا رب آخر مرة خلينا نحكي وبعدين كفي خمس مرات إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا دخيل اسم الرب ودخيل عيونك يا بير انت خيلالي بعرفك جديد
حبيتك حبيتك من دفع بدك تعمل شغلتك بتحترم شغلك اوكي وضل يدك مصمم اوكي وانا احترم اللي بيحترموا شغلهم واللي بيركضوا ورا النزيه ان شاء الله بتنجح كل حياتك يا رب وبهنا حبيب قلبي هالمذوقين استاذ الغالي الكاتب المسرح الكبير الله يخليك ارونا المذوق الفنانه ثانك يو انطوان انطوان يا حبيبي انت يا معلمهم علموا شوي زيادة حبيبي جزيف دولي صديقة والأخت الغالية من العتاء اللي بحبهم والعتيق أحلى من جديد جديد تايوان يا حبيبي حبيبي القلب حبه الغالي حبيبي أبو ودي أحلى ناس صرت معهم اليوم شرفتنا وكان شرف ولا كلمة هذول حبيب قلبي هاول الأول موجود معنا الليلة أنا بدي أتشكر كثير وبدي أعيد المخرج كاميل طانيوس جانا وهبة يلي اشتغلت كثير على هيدي الحلقة محمد بدك تخليني كافي ولا شو ديما جمال بدي أعيد كاميل وتشكره أكيد لأنه هو أول سبب إنه حببني بهالمؤسسة كاميل وبعده مخلص هالمؤسسة لأنه إنسان مخلص وفي مثله أحب أكثر من قلبي وبعرف كان هالقد كمان هيك مفتوح راسه من وراي بتشكر أستاذ مازن حبيبي والفرهد والحبيبي عايش أن يوصلنا أكثر من 30 سنة بتشكر مايا متر مايا اللي هي اللي كانت أكثر شيء تعبت وركضت الكل بالكل مايا وأصرت إنه تصير الحلقة برافو مايا تشكر مايا مين بتشكر بعد؟ تشكروني أكيد تنعاد عليكم يا رب أبو وديع نعم بس يب رح نختم ونودع مشاهدينا على أغنية وردة جزائرية شو حابب تسمعنا؟ وردة بتكوني عذبك شايف حبك من حبك يا حبك حبك خلى طف علي اجمل العالم دول حواليا وحبك خلى أجمل عالم للحواليا حبك خلى كون فعلك أجمل عالم دول حواليا وحبك خلى عليا أجمل عالم للحواليا وقلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد فرحان وروحي قلبي تهنى ايوه تهنى اليوم العيد قلبي سعيد وياك يا حياتي وياك يا حياتي قلبي سعيد قلبي سعيد فرحان وروحي قلبي تهنى قلبي تهنى خلى كف عليا أجمل عالم دول حواليا وحبك خلى كف عليا أجمل عالم دول حواليا وحبك خلى كف عليا أجمل عالم دول حواليا وحبك خلى أجمل عالم حواليا كل جديد في جديد جديد في جديد في جديد يا حياتي يا حياتي يا حياتي
أول مرة دنيا دنيا كثيرة ومستنى عاد أول مرة أول مرة بشوف الدنيا دنيا كبيرة ومستنى عاد أول مرة عمري طعمي ومعنى جميل الإنسان أول مرة لما جت كلم قالها كلامه كأنه أغاني أول مرة أحس بإن بعد الحب بقتش تاني أول مرة لما جت كلم قالوا أغاني أول مرة أحس بإني بعد الحب يا حصر عندي شعور الحب وردة يا ترقص في الأغصان سب نشوي عصفور غنى له الكرام عندي شعور وردة يا ترقص حسبنا الشفا عصفور غنى له عندي شعور وردة يا ترقص حسبنا الشفا عصفور غنى له الكرامات لو تعرف ماشي يا غالي لو تعرف بس يا غالي يا غالي انت بقيت بالنسبة لي بس يا غالي بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي اغلى لو تعرف بس يا غالي يا غالي انت بقيت بالنسبة لي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا وانت بقيت بالنسبة لي لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لي روح عقلي بقى املي من غير تحديد حبك خلق عليا اجمل من حواليا وحبك خلق عليا أجمل عليا من حواليا لو تعرف بس يا غالي انت بقيت بالنسبة لو تعرف بس يا غالي يا غوالي لو تعرف بس يا غوالي انتو بقيتوا بالنسبة لي انتو جمهور اللي عم يشوفونا على الشاشة سنة حلوة يا رب تفرح الناس كلها وروح زعل وضل خير على كل العالم يا رب كل سنة وانتو بخير لو تعرف بس يا غالي لو تعرف بس يا غالي يا غالي انت بقيت بالنسبة لي لو تعرف
يا غالي بقيت ايه بالنسبة لي روح عقلي قلبي انا حبك خلق جديد في جديد في جديد كله جديد في جديد حبيبي يا حبيبي بعد عليكم جميعاً.